فأباح الفطرة للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته عما يضعفها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.